السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخ عبد الرحمن دكير على القناة دكير إنجليش. سامتي ماديك يعني الأعراض اللي تتبان على الشخص. مثلا قلنا سامتي ماديك سامتم هما الأعراض، وسامتي ماديك كير يعني هي العناية اللي تنشوفوا العوارض من خلالها. أوكي، مثلا هاد فيروس كورونا فيروس، ملي تيدخل الانسان مثلا المستشفى، اشنو هما الدكاتره وهذا تيبقاو متابعين ايه الاعراض. تتماسم دي مادي كير يعني العنايه اللي تتبين دوك العوارض، دوك العوارض اللي دخل من اجله، مثلا ديك السخانه اللي كانت فيه او ديك السعال او هذا وهذا، تيبقاو معاه في العنايه حتى تتمشي، باش يقولوا راه تشافى. هذا هو المعنى ديالها. دونك المثال: we can manage the patients through symptomatic care، يعني يمكن يسيروا يعني ويديروا يعني الممرض هذا المصاب اترافير يعني عبر symptomatic care، العناية ديال العوارض. يعني تبقاو كل نهار تيشوفوا العوارض ديالو، ديال الحمى وديال السعال، واش هذا واش باقيه فيه او لا. ان فوا تتمشي تيقولوا هاد السيد هذا راه تشافى. اوكي، دونك هذه هي المعنى ديالها. الى ان نلتقي في مصطلح اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.